عندما يغيب البقية يكون هو حاضراً، وعندما يعجز غيره عن هز الشباك يدكها هو بكل ما أوتي من قوة. في مدينة برشلونة كل شيء يهتف باسمه، وفي ملعب الكامب نو في كل شبر له هدف أو تمريرة حاسمة أو حتى مراوغة. إنه نجم برشلونة ومنتخب التانجو الأول ليونيل ميسي الذي رصده رادار بي إن سبورتس. وفي ليلة ممطرة كان لاعبو أولمبياكوس خائفين من إمطار شباكهم من داهية برشلونة، والجميع كانوا في حالة ترقب لما قد يفعله صاحب الرقم 10. بدأ ميسي مهمته بكرة ثابتة، وبعدها بثوان قليلة يمرر على طريقته الخاصة. ميسي قد لا يسجل، ولكن الرهبة منه قد تتكفل بذلك. كرة ملعوبة إلى ديليفيول، كرة العرضية نيران الصديقة. هدف أول للبرشا بنيران صديقة. رحب ميسي بديليفيو خير الترحيب، فيما تعرض كالعادة لرقابة لصيقة من الضيوف. هدايا ميسي كانت تقدم على طبق من ذهب، ولكن سواريز يا خبر أبيض يا على كورة. قبل أن يتسبب ألبرتو بوتيا بسقوط ميسي أرضا، ثم يكون شاهدا على طرد زميله بيكيه، وينتهي الشوط الأول بهدف غير مطمئن لميسي ورفاقه. إن لم تتمكن من ميسي فما عليك إلا أن تسقطه أرضا، ولكنك قد تندم لاحقا لأن النتيجة قد تكون هدفا. ميسي حدث هذا قبل هدف ثالث صنعه ميسي لزميله لوكاس دين. عملها حلوة أوي، تعدي من باولينيو وتعدي من إنيستا، ولكن هنا يسجل 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 أمامنا. ووسط غفلة من لاعبي البرشا تمكن الضيوف من تحقيق هدف شرفي قبل النهاية بدقيقة للقاء كانت نتيجته برشلونة 3-1 أولمبياكوس. مشاهدينا مع نهاية